وتمضي الأيام باليمنيين في ظل أزمة اقتصادية لم تبقي على شيء إلا ومسته بنار أسعارها الملتهبة. طعامهم ومشربهم وحتى دواءهم الضروري لم يكن بمنأى عن الأزمة التي جعلت تجارها من انهيار العملة المحلية أمام الدولار مبررا لمغالاتهم بأسعار الأدوية واستغلالهم لحاجة المواطنين. هؤلاء هم ينظرون للدواء ليس كخدمة بل أصبحت كأن السلعة، بل وسلعة يبتز فيها المواطن لأنه مضطر للشراء. عندما تصبح كبسولة الدواء سلعة في سوق المغالين تجار الحرب، إنه زمن تسليع الخدمة والإنسان معا، يقول هذا الصيدلاني المضطر لبيع أدويته بسعرها الجديد في السوق، ويلقي باللائمة على التجار الكبار ووكالات بيع الأدوية التي ضاعفت من أسعار معظم الدوائيات بنسبة 50% تقريبا لكل صنف، فيما المواطن وحده من يدفع تكلفة الباهظة. ارتفاع 50 إلى 60%، والأدوية مغلب الأدوية الآن معدومة، يعني تكاد أن يعني تكون معدومة. الأدوية التخصصية، أدوية الضغط، أدوية القلب، الأدوية المهمة، الحالة النفسية، هذه معدومة بشكل عام. يعني لا أحد يحتمل هذه الأزمة. يتذمر المواطنون في محافظة الجوف من ارتفاع أسعار المواد المختلفة ومنها الأدوية في ظل غياب دور السلطات الشرعية التي لم تصنع شيئا حيال ذلك بإيجاد حلول عاجلة لإيقاف هذا الانهيار الاقتصادي والأزمة الإنسانية الحادة التي يعجز معها المرء عن شراء ما يحتاج من الدواء لإنقاذ قلبه المصاب بالأزمات حد تعبير هذا. نناشد رئيس الحكومة الجديد أن ينظر في ارتفاع الأسعار وخاصة في الأدوية، حيث أننا نشتري علاج أدوية القلب ما يقارب ب8000 الآن في 16000 ريال، يعني والرواتب غير منتظمة. لم يسبق أن شهد اليمنيون وضعا كهذا، التضارب في الأسعار والمغالاة بأساسيات عيشهم وحاجياتهم الضرورية إلا في زمن ميليشيا الحوثي الانقلابية وأطماع المتصارعين الذين لم يكتفوا بسفك الدم اليمني حتى أغرقوه في حرب اقتصادية تفوق قدرته على تحمل كل هذا الوجع. علي الجرادي، قناة بلقيس، الجوف.